الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى ونسألك التقى ونسألك العفاف والغنى، اكتبنا عندك في ساعتنا هذه مقبولين وارزقنا عفوك يا أرحم الراحمين. احنا اتفقنا في مواعيدنا بشهر رمضان أن نتحدث عن التوبة، لأن رمضان شهر التوبة، وذكرنا أن هذه التوبة حسب ما نفهمها بالفهم الأولي هي أنه في إنسان مذنب يتوب إلى الله عز وجل من الذنب. بعدين تبين لنا أنه في حال آخر، في معنى آخر مهم جدا، وهو إنسان غافل مقصر يتوب إلى الله عز وجل من غفلته وتقصيره. هو ما له مذنب، ما له مرتكب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، لكن حاسب حاله فوجد أنه لم يكن من المسابقين فيما أمر الله عز وجل كما يحب الله عز وجل. طيب، في معنى ثاني دقيق جدا، ونسأل الله عز وجل إخواننا الكرام أن يرزقنا حقيقة الفهم عن الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حقيقة الفهم عن الله عز وجل. أحيانا نتحدث عن معاني، هالمعاني بنطلبها بس لحنا أصلا مو فهمانينا. بنقول مثلا اللهم إنا نسألك حسن معرفتنا بك، نسألك معرفتنا بك، أو نسألك الوصول إليك. طيب شلون واحد بده يوصل عند الله؟ يعني وين الله حتى أنا أوصل عند الله عز وجل؟ أو أعرف الله، شلون بدي أعرف الله؟ معرفتنا بالله عز وجل، شلون بدي أعرف الله؟ الله سبحانه وتعالى لا تدركه العقول، فأنت ما ممكن تعرفه. طيب كمان الله سبحانه وتعالى منزه عن المكان، فلا يمكن أن تصل إليه في مكان، وإنما وصولك إلى الله عز وجل ومعرفتك بالله عز وجل هو فهمك الصحيح عن الله عز وجل فيما يريده منك، فهمك الصحيح عن الله عز وجل فيما يريده منك. الله سبحانه وتعالى تحدث عن معنى اللي بدنا نحكي عنه اليوم، فقال وأنيبوا إلى ربكم. وأنيبوا إلى ربكم، الإنابة والتوبة معنيين مترادفين، يعني كثير كثير قراب من بعضهم لكن فيهم تفريق دقيق. أنيبوا إلى ربكم مثل توبوا إلى ربكم، بس أنيبوا كثير أرقى وكثير أعمق. ذكر العلماء في تفسير أنيبوا قالوا تتضمن أربعة أشياء. شو يعني الإنابة إلى الله عز وجل؟ قال تتضمن أربعة أشياء: محبته، محبته والخضوع لأقداره، محبة الله عز وجل والخضوع لأقدار الله عز وجل، هي اسمها إنابة، أن ترضى بكل ما قسم الله، أن ترضى بكل ما قدر الله، أن لا يتحرك قلبك اعتراضا على الله عز وجل في أمر أراده الله سبحانه وتعالى. هذا من كمال المعرفة بالله. ليش؟ قال أنت لأنه أنت آمنت بأن الله عز وجل هو الحكيم، وأن الله عز وجل هو المدبر، وأن الله عز وجل هو المقدر، وأن الله سبحانه وتعالى يعامل الخلق بما يصلحهم، وأن الله عز وجل لا يكون في هذا الكون شيء إلا بأقداره وبما يريد. فأنت شلون عم يصير شيء بهالدنيا وآخر شيء ما عم يعجبك؟ كيف عم يكون في قدر من الأقدار التي تجري عليك أو تجري من حولك وآخر شيء مو عاجبتك؟ هذا معناته نقص لمعرفتك بالله عز وجل. إذن شو الإنابة؟ قال محبته والخضوع لأقداره، الخضوع لأقداره والإقبال عليه بالقلب والإعراض عما سواه، هي الإنابة. شوف هالكلام هلأ، سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول في حديث طويل، يقول والذي نفس ابن عمر بين يديه، والذي نفس ابن عمر بيده،
والذي نفس ابن عمر بيده، يعني أقسم بالله العظيم لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله، في أعظم من هيك؟ شو بدنا أحسن من هيك؟ ما قبل منه، ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. شلون يعني حتى يؤمن بالقدر؟ يعني حتى يعلم أن ما جرى هو بقدر الله، يعني بعلم الله وحكمة الله وإرادة الله. طيب معناته هو شو بيصير فيه؟ هو بيطمئن، ينيب إلى الله عز وجل، بيرضى، ما بيضطرب، ما بيعترض، ما بيقول يا ربي ليش هيك عم يصير. أنا أعرف، أنا أعرف، ما عم يحكي عن فراغ، أنا أعرف من جاءت هذه الأزمات على هالأمة من شرقها إلى مغربها، فصار يشوف بالتلفزيون أطفال عم يموتوا، يشوف نساء عم يتشردوا، يشوف بلاء مما يجري. طبعا هذا لا يعني أننا لا ننكر الظلم ولا نستنكر الظلم، هذا أمر آخر، لكن قال شو بيصير؟ بيقول هون المشكلة، شو بيقول؟ بيقول يا رب لك أنت، طب ما لك شايف؟ طب يا رب بيصير هيك؟ طب هذا الولد شو ذنبه؟ طيب هلأ أنت إذا عم تحاكي الظالم وعم تقول للظالم المفتري هذا الولد شو ظلمه ذنبه، وهل الأبرياء الذين شردوا الذين أصيبوا شو ذنبهم، هذا أمر آخر. أما إذا عم تحاكي الله هون المشكلة، المشكلة إنك عم تحاكي الله عز وجل، عم تحاكي الله وعم تقول له هالأطفال شو ذنبون، عم تحاكي الله وعم تقول له هالنساء شو ذنبون، عم تحاكي الله وعم تقول له أنا شو عملت لك حتى ابتليتني بهذا، عم أقول أنا بعرف ناس هيك أصيبوا، هي مشكلة كبيرة كتير. وخلينا نتذكر أنه كلياتنا نعد إيماننا، نقوي إيماننا لساعة ابتلاء أو ساعة عطاء. أنت عم تضبط إيمانك هلا لأنه ربما يأتيك عطاء من الله عز وجل عظيم، فإذا ما لك مضبط إيمانك ومضبط حالك ومضبط قلبك بتلاقي تصرفك مع هذا العطاء كان خطأ كبير، ما نجحت بامتحان العطاء. أو قد يأتيك بلاء، فإذا ما لك مضبط إيمانك ومضبط فهمك بتلاقي تصرفك عند هذا الابتلاء خطأ كبير، وهون المشكلة. إذن والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يقول هذه الكلمة، يقول يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. شو هذا المعنى اللي هون بدنا إياه؟ اللي بدنا إياه وأنيبوا إلى ربكم. شو أنيبوا إلى ربكم؟ قال محبته والخضوع لأقداره، الخضوع لأقداره والإقبال بالقلب عليه والإعراض عما سواه. فإذا كان قلبك ما خضع لأقدار الله واطمأن لأقدار الله ورضي بأقدار الله، معناته أنت بدك توبة وبدك استغفار وبدك استغفار وبدك استغفار، وأنا قبلك بدي توبة وبدي استغفار وبدي استغفار وبدي استغفار، لأنه لساتني لهلا قلبي ما عم يخضع لأقدار الله، ما عم يرضى عن الله عز وجل. هذا من معاني رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذكر تقريبا كل أهل المعرفة وأهل القلوب، الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، أبو طالب المكي في قوت القلوب، وتقريبا كل العارفين بالله ذكروا أن أحد أكابر العارفين كان يقول أذنبت ذنبا، شوف التوبة والإنابة، أذنبت ذنبا فأنا أبكي عليه، أذنبت ذنبا فأنا أبكي عليه منذ 30 سنة،
30 سنة عم يبكي على هالذنب، شو هالذنب هذا؟ شو هالذنب اللي 30 سنة عم يبكي عليه؟ أذنبت ذنبا منذ 30 سنة فأنا أبكي عليه، شو هذا؟ قال قلت مرة لشيء كان ليته لم يكن، قلت مرة لشيء كان، في شيء صار قلت يا ريت ما صار هيك، يا ريت ما صار هيك. هي كم مرة احنا بنقولها باليوم؟ يا ريت ما صار هيك. شو يعني يا ريت ما صار هيك؟ هي هي، انت شو بدك حتى تكون من المنيبين؟ بدك ترضى بأقدار الله، بدك ترضى بأقدار الله، بدك تطمئن لأقدار الله، بدك تشعر وتعلم أنك لا تستطيع مهما أوتيت ومهما وشو ما كنت أن تغير أقدار الله عز وجل. أنت بدك تسعى، بدك تشتغل قبل القدر. فإذا جاء القدر شو بدك تقول؟ قدر الله ما شاء فعل. بدك تطمئن إلى هذه الأقدار وتقول هذا خير لا أعلمه وهذا هو أحسن ما يكون قدره الله تعالى بعلمه وحكمته. معناته أنيبوا إلى ربكم، ومعنى أنيبوا إلى ربكم توبوا إلى الله عز وجل، هذه التوبة الخاصة من أي اعتراض قد يدخل إلى القلب عن قدر قدره الله، عن أمر أراده الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نجعلك من إنا نسألك اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين اطمأنت قلوبهم لأقدارك، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين رضيت قلوبهم بأقدارك، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين إذا جاءتهم أقدارك كان ذلك أحب ما يكون إليهم بفضل منك ومنة يا كريم. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.